دار المعزة داري من نسمته ريح النباهة بابه أهواه وهو فنها المعماري وهو مناظر سحرها خلابة والآن يلهاجس على إطار حتى الصور متوازية من سابه للسامعين أعرض شريط إخباري عن حرب كانت آكله نهابة حرب الكروت ذي شب من ديناري صجه وضجه واخره مضرابه كان الجهاز الهاتف السياري مدفع قوي شريحته دبابه اما فواصل سحرها طياري مقطرسه متقلبه كذابه كانت صبيه تفتت انظاري متالقه واهدافها جذابه وبالنهايه واخره مشواري في بحرها كل الاماني ذابه اعطيتها من باسقات اثماري مرض وطاب ونفسها ما طابه في مثل جاموسه شراها شاري ولا درى ان البدر تتشابه فالبعض تلقى درها مدراري والبعض لا حفله ولا حلابه واسجد له بخشعه واخلاص وسبحه وقدسه في نفسي وعود به من شر كيد الخناس الحمد له ما لاح نور الشمس والحمد له في بكرتي والغلاس قال النجيش أمسي تذكر أمسي وامسى بعقلي ألف هاجس هجاس مشاعري وشعاع ضرت همسي خصبتها داخل خلايا الإحساس دون استشارة من مفاعل روسي ولا خبير جاء من ولاية تكساس خصبتها بتقان فني شخصي وودعتها بسطول بحري غواص لو نصف ذرة من أشعة إكسي تسربت لمس النمر دون ضراس والفحل يصبح لا محالة مقصي واليمن بيشة والدناني غفلاس لولا التواضع اتخذتها لبسي لصفع بشعري خد كم من هلاس لولا لساني تحت تلك الضرسي مقيدة قيد احترامي للناس لا بول يا لسن السخافة تقصي وعلم القيس ردها عمر العاص يا هاجسي تسر سلاسل حبسي واركب على مهر الأمل من سلياس خلى السفينة مبحرة لا ترسي إلا بشاطي عز ولا نوماس قل للذي بالأمس شدوا بأسي باحطهم تاج الوفا فوق الراس جميلهم أروى ضمايا غرسي وحيا رصيد الشعر بعد الإفلاس بإحساسهم أقدر تجمع حسي واخرج درر من بحرنا به غطاس لو جيت بالأقلام أعدد واحصي بالاسم وامدح زيد واذكر عباس ما بات تكفي شاشة الام بي سي لذكرهم ولا رويتر أو تاس لكن حسي والحواس الخمسي شريط بس سجلت به كل الناس في كنترول القلب ما حد منسي الحبر دمي وشعور القطاس قلنا والله لولا حظي المستعصي لا رجع الجودة مربع وخماس واصرف لهذا جيد وهذا تكسي وقل واحد رند روفر أو باص عيني بصيرة عيني بصيرة والعمى في خمسي من غير بندق كيف يرمي ذا الناس قلنا لكن قلبي قصر عالي مكسي بحل الحلل ثلاثة وساسة إحساس نبضي أصنصي له باب حرصي والعين سورة والرموش الحراس لكل من ساهم بليلة عرسي جناح واسع يدخله ما يحتاص إلى ما قلنا أما الثلاثة في مثلث نفسي أهرام كم من حيد عالي مياس قاموا وقالوا يا صفوف ارتصي وكل واحد بندقه والترباس لولا رؤوس العز مرفع رأسي داخل دبي واركب جناح الأرباص تشهد لهم جن اليمن والإنسي حتى الخصوم قالوا عليهم لا باس قلنا يا جانية الود هي متصل من زهر عرفاني رحيق الإخلاص وقدمي نصف العسل في كأسي ممزوج والباقي بختم الأدراس قلنا أبو صلاح لما تكظم نفسي من أكسجينه هب أحلى نسناس كان الأمل لما تكاثر يأسي لله راس الجبل لله دره من راس وانظر ذهابي قاسها بالديسي صالح حسن قاس الخرايط مقياس صنعت له من عود ودي كرسي وهديت له من بحر شعري ألماس وابو وليد
أول شرارة تنصي من بندقه، دقت جميع الأجراس، أصبح على صافي وداده ومشي طبعه نقي، لها قلب نابض حساس. لأبو وليد قرار داخل نفسي، بين الصقور بالك بده بالقرناس، وحط له بالبيض الأبيض، بالبيت الأبيض كرسي، وبوش يرجع في بابه الناس. قلنا لأبو وليد قرار داخل نفسي، بين الصقور بالك قده بالقرناس، وحط له بالبيت الأبيض كرسي، وبوش يرجع في بلاطه كالناس. إذا ما قلنا لو قلت شكرا باللسان ومرسي مليون مرة، ما تسقي مرياس حسن الثناء، مش بالخضر والهلسي والجمل بالإحساس مش بالكراس. شكري لكم مهما تغير طبسي، ربيع دايم غصن أخضر مياس، أما الغزالة يوم سمعت دعسي فرت بسهمي قد وضعته بالراس. ضحكوا على مرداس وامسى يحصي خطوات مرجانه، وطرفه نعاس، وبالاخير مسيلمه هو العنسي قالوا له العليا على سهم مرداس واسلموا.